مع 300 و 120 جنيه تمام؟ بتتكلم في الكويس بتاع 300 انتنة 128 جيجا والطيارة بتتحرك بسرعة 500 كيلو متر. هو نفس القانون، هحسب الفريكونسي دبلر الفريكونسي اللي هو دي على سي اف سي كوساين سي. هو هنا المرة دي مديني كوبت السي ومديني كوبت الفريكونسي وعندي السي وعندي الوسط، هقدر اجيب ايه؟ كوبت الاف دي. اه هي ماشي؟ طيب دلوقتي لو قال لي واتجه للمطار يبقى معناه ان الفريكونسي بيزيد على سي 300 تنة دي في الاير بوم صح؟ ولو هي خارجه من المطار يبقى الفريكونسي ايه؟ هيقل. طيب في حاجه اسمها الفريكونسي ده معناه معدل تغير الفريكونسي مع الزمن. طب هو الفريكونسي بتتغير امتى؟ طيب يعني معناها لو الطياره مثلا مشيت دايركشن اوي وبعد كده غيرت رايها وقامت راجعه، غيرت رايها دي ما مش علينا يعني هي بتهرج تمام؟ فمعناها اللي هو كان دلوقتي الفريكونسي عم بيقل ومره واحده زاد، هنا كان بيقل مقدار اف دي سالب اف دي وبعد كده هنا زاد مقدار اف دي، حصل التشينج ده في تايم قد ايه؟ هو هيقول لك عليه. يعني هو دلوقتي كان الفريكونسي عندي مره واحده اف سي بلس اف دي، لما غيرت الدايركشن بتاعها بقى ايه؟ فريكونسي هيكون اف سي ناقص اف دي. صح كده؟ طيب الكلام ده مش هيحصل في زيرو تايم اكيد. فيحصل في تايم مثلا هو هيدوني السلوب دوت معناها دي اف باي دي تي اللي هي دلتا اف، ودي معناها دلتا اف، ودي الدلتا دي هيبقى دي اف باي دي تي هو السلوب بتاع الكيرف دوت اللي هو دوت الفريكونسي سلوب. تمام؟ حد فاهم الحته دي ولا لا؟ هو قال غيرت الدايركشن بتاعها 100 ملي سكند يبقى الدلتا في كام؟ 100 ملي. والدلتا اف ديت يعني 2 اف دي على اساس لما اطرح اف سي زائد اف دي ناقص اف سي زائد اف دي يعني يكون اف دي صح؟ يبقى دي يكون اف دي. انا ايه؟ حسب الدوبلر من قانون قانون ماشي؟ الهاي دوت انا المره اللي فاتت شرحته، انا مش هشرحه تاني عشان دخلت السكشن كل مره اللي فاتت. الهاي دوت كان جبته فين؟ في 2 ري موديل صح؟ هو هنا في التوري موديل عاوز النقط اللي عندها تزيد الباور بزيرو، هجيبها ازاي؟ في التوري موديل عاوز الديستنس اللي عندها هيحصل للباور ريسيف تكون قيمتها بزيرو. معدل ايه بقى معدل؟ بتاع الباور ريسيف صح؟ طيب الباور ريسيف دي كانت عباره عن 4 باور ترانسميتر جين ترانسميتر جين ريسيف 4 باي في على ساين سكوير دلتا فاي على الاثنين. ايه الحاجة اللي ممكن تكون قيمتها بزيرو؟ هل ممكن البارت ترانزيت تكون بزيرو؟ لا. الجين ترانزيت والجين بزيرو مستحيل. اللوس ديت ليها فاليو. يبقى هي القيمة الواحدة ايه؟ ساين سكوير دلتا فاي. امتى بقى هتساوي زيرو ساين؟ عند ايه باي؟ اللي هي زيرو وبعد كده باي واتنين باي. فدلتا فاي على الاتنين هتساوي 2 ان باي.
الدلتا فاي كان عندنا الفاليو بتاعتها اللي هو ايه 4 باي اتش تي اتش ار على القوانين دي كلها حفظ يا جماعه عادي المجموع مبسوط بس على فكره الكلام ده بيساوي 2 باي ان ف 2 باي طبعا 4 باي بقى 2 يبقى هنا الديستانس هيساوي ايه 2 اتش تي اتش ار على يبقى دي الديستانس اللي هيحصل عندها ان الباور بتزيد بتساوي زيرو بس هتلاحظ ان في ان متغيره يعني عند اكتر من نقطه ماشي عارفين الدي بي والدي بي من اللي صح؟ عشان دي مهمه في مسائل الباور دي على طول بتيجي الكلام دوت. احنا لو قلنا دلوقتي ان الدي بي ملي ناقص دي بي هيساوي ايه؟ الوحده هتكون ايه؟ هتطلع بالدي بي ولا بالدي بي ملي؟ ما هي حاجه من الاثنين. الصغير دي بي ملي. دي بي؟ لا هتطلع بالدي بي ملي. ليه بقى؟ ليه ولا عارفين دي ولا ليه؟ على اساس ان الدي بي بيساوي ايه؟ زائد 30 تساوي الدي بي ملي صح؟ فيبقى الدي بي ناقص دي بي بلس 30 اول ما الاقي بلس 30 دي معناها ان بقت الوحده بتاعتي دي بي ملي عشان بحط الباور جوه اللوب بالملي وات تمام؟ لو قلت دي بي ملي ناقص دي بي ملي هتطلع ايه؟ دي بي ليه؟ عشان هنا هيزيد لي نيجاتيف 30 فدي هتروح مع دي يبقى دي بي بس طيب ينفع اقول دي بي ملي زي دي بي ملي؟ ينفع؟ محدش بيقول اه ولا حتى ما ينفعش ليه؟ عشان دلوقتي دي بي بي زي 30 زائد دي بي زائد 30 فيطلع لي بلس 60 بلس 60 دي مش عندنا مش عندنا في الوحدات الدي بي ماشي لا مش مطلع عشان القوانين بتاعت الباور ساعات بتديها بالملي ساعات بتدوس بتديها بالملي فيعني لاحظ الكلام ده هو كان قال الباور ترانسميت بتساوي 50 واط والجين بتاع الانتنة واحد الفريكوانسي 900 دي مسألة رقم 6 هو الشيب ده 10 هو عاوز دلوقتي الباور يزيد عن ديستنس ميت لما اجي احل احنا عندنا ان الباور يزيد بتساوي الباور ترانسميت بالدي بي ناقص الدوسز بالدي بي صح؟ طيب اللوس في فري سبيس بتساوي ايه؟ اللوس في فري سبيس 4 باي دي اراوند سكويرز والدي بي 20 لوك ديستنس زائد 20 لوك فريكونسي ناقص 147 بوينت دي الكلام ده عوض على طريق القانون اللي هو عوض على 4 باي سكوير جيب 10 لوك الكلام ده 4 باي سكوير هتلاقي طلعت معاك وعندك سي 4 باي على سي سكوير يحسب 20 من الكلام ده هيطلع لك سالب 147 على 65 مش عشان محدش يحسب القانون ويتلخبط بس لو جبت اللوسز هتطلع مثلا قيمه معينه الباور ترانسميت هقول 10 مش 20 10 لوج عشان باور مش فولت 10 لوج ال 50 هيطلع لي باور ترانسميت ساعتها بالدي بي
لو عاوزها في الدي بي ملي يبقى هقول بلس 30، يبقى في الدي بي ملي. تمام؟ الفاليو اللي هتطلع لي هنا هطرحها من اللوس بتاعتي من هنا هتجيلي الباور فيه. ماشي؟ بتساوي اللوس عند الديفرنس عند الديفرنس ديستنس زائد 10 ان لوج بالدي على الدي نوت، صح كده؟ وقلنا الدي نوت ديت لازم تكون فين؟ في الفار فيلد ريجن. ليه بقى؟ حد تبرع وقال لنا ليه؟ ايه؟ معانا دي اسمها الميديم باس بلس او اللارج سكيل لوس باس بلس. تمام؟ هذا والام دي ده الاكسبرمنت جريدينت اكسبرمنت. طب ناخدها واحده واحده، طيب الدي نوت ديت احنا قلنا لازم لما تجيب اللص الدي نوت لازم تكون على بعد ديستنس من الترانسميتر يبقى على اساسها تكون لاين اوف سايت، يعني ما تكونش في عائق بينهم. تمام كده؟ دي اول ستيب اللي لازم تكون الريفرنس بوست ديستنس ديت على بعد الترانسميت انتنا دي نوت بحيث تكون لاين اوف سايت. ماشي؟ معنى لاين اوف سايت يعني هستخدم قانون الفري سبيس، صح؟ فري سبيس بوس اللي هو كان 4 باي دي على لندا سكوير، صح كده؟ هنا اللوس بتتناسب مع الديستنس ايه؟ دي سكوير. انا ليه بقول بقى دي نوت لازم تكون في الفار فيلد؟ الفار فيلد دي معناه ان الباور ريسيف او اللوس اللي بتتناسب طردي مع الدي سكوير او الريسيف سيجنال بتتناسب بعكسي مع واحد على الدي سكوير. لو انا فكرت ما اخدش دي نوت ما اكونش في الباور فيلد او قللت عن الدي نوت او الدي اف اللي هي 2 دي سكوير على لندا مش دوت اللي هو الليميت بتاعي، من هنا بتبدا الفار فيلد. لو قللت عن الدي اف هتخش في منطقه اسمها النير فيلد. النير فيلد الباور ريسيف تتناسب مع الواحد على الدي باور 4 وده ما بيحققش الكونديشن بتاع الفري سبيس. فهمت بقى ليه فار فيلد ولا والتاني؟ هو التاني ده ولا ايه؟ طيب احنا قلنا الدي نوت ديت لازم تكون على بعد ديستانس اسمها دي نوت اللي هي الار اكس عاوز اجيب الريسيف باور لازم تكون البوينت دي على بعد مسافه من الدي اكس انتنا مقدارها دي نوت لازم تكون لاين اوف سايت. دي اول خطوه. تمام؟ طيب احنا قلنا الدي نوت ديت لازم تكون اكبر منها وبتساوي الدي اف. الدي اف ديت يعني ايه؟ يعني مثلا مع النقطه دي هتبدا منطقه الفار فيلد بتاع الانتنا. ماشي؟ من عند النقطه دي بالظبط هتبدا الفار فيلد. الفار فيلد دي اعرفها هتبدا من انهي على بعد مسافه قد ايه من الترانسميت انتنا من القانون اللي الدي اف بتساوي 2 دي سكوير على لندا. هشوف الدايمتر او الماكسيموم دايمنشن بتاع الانتنا دي واتربعه واضربه في 2 اقسمه على لندا. جبت الدي اف انا عرفت دلوقتي هي هتبدا منين. المنطقه اللي قبل دي اسمها النير فيلد. المنطقه دي الباور ريسيف تتناسب مع واحد على الدي بار 4. هل قانون الفري سبيس بيقول لي ان اللوس او الباور ريسيف تتناسب مع الدي بار 4 ولا الدي بار 2؟ دي سكوير، صح كده؟ فما اقدرش استخدم الديستنس دي او الريجن دي مع القانون بتاع الفري سبيس، ده ليه قوانين تانية. تمام؟ انا بقول لكم ليه انا بشتغل في الفار فيلد الكلام ده يعني عشان
محدش يقول ليه، او الدكتور كان عمال يقول ليه بشغل الباور بيند والكلام ده. تمام. تاني حاجة احنا عندنا الديستنس من هنا ممكن تساوي زيرو، صح؟ لو انا اشتغلت في النير فيلد هي اساسا الديستنس بتكون حوالي من 1 متر ل 5 متر، يعني مش اللي هو بالكيلومتر وال 100 متر والكلام ده، لا ده هو من 1 متر ل 5 متر. فلو عوضت عن الديستنس هنا بزيرو فده زيرو، يعني معناها لوس بانفينيتي، ده غلط. يبقى القانون ما بيحققش الكلام ده. تمام كده؟ ديستنس ب 32 دي بي. هو قال ان اللوسس عند الريفرنس ديستنس لما دي نود بتساوي واحد قيمتها 32 دي بي، والان كان مديها لي بتساوي 4. هو عاوز الدي ده ايه؟ مديني باور ترانسميت الاول 2 كيلو وات، والسنسيتيفيتي بتاعت الريسيفر تساوي سالب 100 دي بي. اعمل ايه بقى؟ مديني باور ترانسميت والباور سي، تمام؟ ومديني اللص عند ديفرنس عند ريفرنس ديستنس عند 1 متر بتساوي 32 دي بي، ومديني جريدينت الان ديت 4. عاوز الكفرنج ايه؟ الديستنس ايه؟ يبقى اقول الباور ترانسميت ناقص الباور سي هيساوي لص. لما اجي اعوض بقى عن ديوتي اعمل ايه؟ احنا قلنا دلوقتي الوحدات الدي بي والدي بي من اللي اهم حاجه. حوالي ال 50 ديت ال 50 كيلو قصدي تبقى الدي بي. هينفع اقرا دي بي من دي بي من حوالي ال 30؟ هينفع اقرا ال 30 قصدي اللي انا جبتها الهايل 2 كيلو 20 10 ممكن 2 ب 10 مش هينفع. انا قلت الدي بي مللي ناقص الدي بي، يبقى لازم اجيب اجيب الدي بي مللي برضه. طب بص عشان تطلع دي بي ناقص دي بي ينفع، هيطلع لي دي بي. دي بي مللي ناقص دي بي يطلع لي دي بي مللي، تمام؟ دي بي مللي ناقص دي بي مللي يساوي الدي بي. اي حاجه غير كده مفيش موجوده على الخريطه. فهجيب دي بي دي بي ملي واطرحها بالسنسيتيف بتاع الريسيفر هيديني لوس تبقى لوس دي الماكسيمم لوس على اساس ده ريسيفر سنسيتيف. الماكسيمم لوس ديت انا كده كده عندي اللوس دي ب 32 وعندي دوت وعندي الدي نوت اقدر اجيب الدي. تمام كده؟ كمل يعني. الانجل بتاعتي صغيره، تمام؟
الدلتا فاي عاوز بيقول لك لما جيت احسب الفيز ديفرنس بين الري ده والري ده طلعت 6 2 6 1 ريديان. فاكر؟ لا ولا تفكروا معايا طيب؟ لا لا دي لسه كتير. مش لازم احمد سنتين بعد دي. احنا دلوقتي عندنا ايه؟ اثنين متغيرين صح؟ عندي دي دي مش موجوده النوم والاتش دي دي النوم صح؟ طيب يبقى انا لازم يكون عندي كلمه ايكويشن. اول ايكويشن معروفه قدام عينينا ايه هي؟ الدلتا فاي. الدلتا فاي بتساوي ايه؟ اتش 2 اتش بي 4 واي قصدي اتش تي اتش ار على اتش العلامه دي صح كده؟ انا عندي الفريكونسي ده اكيد هيكون الدولي وعندي الاتش ار وعندي الدلتا فاي. الدلتا فاي 6 2 6 1 تساوي 4 فاي. الفاي دي على 3.14% عشان تكون جرادينت. ال اتش تي ال اتش ار دي ب 2 متر على اللندا دي معروفه تعتبرها مثلا في دول في دي. فانا دلوقتي جبت الريليشن بين الدي والاتش تي بلس تاني ريليشن. احنا لما جينا نثبت الموديل مش احنا قلنا عاملين كده؟ طب المره اللي فاتت اللي هتقعد طيب بيقول لي قلنا ان دي طولها اتش ار صح؟ عشان ده يكمل ليها على اساس دوت ده مشترك قلنا الان دي تساوي الان دي. هو مش ده بيوازي ده يبقى الان دي بتساوي الان دي صح؟ الان دي بتساوي الان دي. طيب ايه اللي يعمل ريليشن؟ ده الاتش دي وده الاتش او وده التسعه. لو انا قلت تان 5 هتساوي ايه؟ اتش دي زائد اتش ار على الدي صح؟ انا عندي الاتش ار والتان 5 دي معروفه يبقى جبت ريليشن ثانيه بين الاتش دي والدي. ادي قالت ثاني ريليشن وادي الاول ريليشن الاولى. خليهم مع بعض جبت الاتش دي والاتش جبت الاتش دي والديستنس. تمام؟ كمل؟ مين قال لا طيب؟ انا بقول لك على فكرة الشيت التاني ده كام مسألة؟ 9 مسائل وأنا هحل منه 2. بالنسبة للسبعة السبعة بقى إيه؟ هو بص الديستراكشن ذات نفسه تمام في 3 مسائل والتلاتة زي بعض. تمام؟ فهنحل مسألة واحدة والإندور موديل ده عشان مهم هحل المسألة بتاعته. وأول مسألة 3 مسائل عبارة عن الإقمار الهاتف. أكيد الدكتور مش هيجي يديك القوانين بتاع الإقمار الهاتف تمام ويقول لك عوضي فيهم. أكيد يعني. الاقمار الهاتف دي حفظ الرينج بتاع الفريكونسي والديستنس والاتش تي والاتش ار حفظ والرينج برضه بتاع البي سي اس ده برضه حفظ. حفظ فحفظوها عشان دي جت في الامتحان وما حدش حلها. بس الدكتور قال ان هي مش حفظ. الايكويشن مش حفظ. انا بقول الرينج بتاعت الفريكونسي والديستنس والاتش تي والاتش ار. فكل حاجه حفظ. ان في عقد بين الترانسميتر او الداخل بين الترانسميتر والريسيفر ده بيسبب لي ايه؟ بيسبب لي اتنويشن. الديفراكشن عمره ما هيديني كونستراكتيف وديستراكتيف. هو الديفراكشن يوم الموديل ده بيعمل اتنويشن بس للسيجنال. يعني لو قال لي كونستراكتيف وديستراكتيف انترفيرنس معناه كان بنتكلم على التو ري موديل على الريفلكشن مود. الديفراكشن بيعمل اتنويشن. هو الديفراكشن بيحصل ايه؟ ان البيم بيسقط على نايف ايدج فبيحصل له ريفراكتيف او ريفراكشن في اكثر من اتجاه كده وكده. بس انا هستعمل ايه؟ البيم ده عشان الانتينا موجوده
واللاين اوف سايت اهو تمام. هو بقى الديفراكشن نص الدوت عشان بس امسك ما بسمش الكلام دوت تمام. بفترض ان دي عباره عن ايه؟ ست. ولو قللت دوت شويه يبقى دي ست ايه؟ ثانيه. انا بهتم بالسيركل بس اللي هتعمل لي باس ديفرنت بتوين اللاين اوف سايت والديفراكتد دي نطلع الاثنين ما بهتمش او ضع فتره نطلع الاثنين ثلاثه نطلع الاثنين خمسه نطلع الاثنين تمام. السيركل ديت هو ممكن يكون البيلدنج تحت وممكن يكون فوق اللاين اوف سايت هل اللوسز اللي هنا زي اللوسز اللي هنا؟ لا ليه؟ عشان كده اللاين اوف سايت هيحصل له بلوكنج عن طريق البيلدنج ده فيحصل باور لوس كتير. لكن لو مفيش البيلدنج الحته دي كان اللاين اوف سايت هيعدي دايركت على طول على الانتنه تمام؟ ماشي. فانا اقدر امثل الكلام ده ازاي عن طريق سيركت والبوينت بتاعتها هو اللاين اوف سايت صح؟ لانه السنتر بتاعها هو اللاين اوف سايت تمام كده؟ من هنا بقى الاسباب بتاع الديفراكشن اللي حسب الديفرنس بين الباص ده والباص ده او الباص ده والباص ده تمام. طيب السيركل دي اسمها ايه؟ فريزنال زون. بمعنى انا دلوقتي لو البيلدنج ده الهايت بتاعتي وادي الريسيف ده انتنه وادي اللاين اوف سايت عشان ما يحصليش اتنويشن والديفراكشن لازم ارتفاع البيلدنج ده ما يخشش في الفيرست سيركل عشان الفيرست سيبلينج دي معناها ان الباص ديفرنس بتوين ده وبتوين الباص اللي هيجي لي من الديفراكتد من الديفراكشن هيكون اوند على الاثنين. وانا مش عاوز كده عشان ما يحصلش اتنويشن عادي. فتفادى الاتنويشن ازاي؟ تكون البيلدنج ده او الهايت بتاعت الانتنا تكون اعلى من البيلدنج بالفيرست فيرست سون في الريدنس تمام كده؟ اللوس بقى كان بيمثلها ازاي؟ عشان الديفراكشن لوس ده الديفراكشن لوس عباره عن ايه؟ الديفراكشن اللي هحسبها بالكيرف او القوانين اللي الدكتور اداها زائد اللوس من اللي جاي من اللاين اوف سايت. يعني الديفراكشن موديل دوت عندي اثنين لوس. اللوس الاولاني جاي لي من الديفراكتد اللي هو بي دوت جه كده اول بي دوت جه بلاند على الاثنين فيحصل لها اتنويشن من السيجنال اللي جاي من اللاين اوف سايت زائد اساسا اللاين اوف سايت دي ماشيه في سبيس لو ما حسبتش اللوس بتاعتها تمام؟ يا عم يا ولا مفيش حاجة والله لو مش فاهمين عادي يا جدعان قولوا مش فاهمين وانا والله هشرح تاني وتالت ورابع بس حد مش فاهم. طيب انا كده سألت نوال شوية بقى هديك اللي بقى بعد الفوز ليه؟ اللوسز دي ليه يا جماعة الواحد جذر اتنين سالب جذر اتنين دي جذر اتنين دي عامل سي فاكشن بعد دي اللي هو فاكشن ريزنا بارامتر كونستنت ماشي. هو الاتنويشن عند زيرو يعني ايه عند زيرو؟ اول حاجة عشان الحتة او لوكال ديستنس بتوين اللاين اوف سايت والبيلدنج هاي ده بيساوي الاتش. الاتش ده اهم حاجه في الديفراكشن اهم حاجه في
مساله الديفراكشن. يوم لما بتيجي لازم احسب الاتش دي. دي اهم حاجه. الاتش دي بتحسب ازاي؟ قلنا البيلدنج ناقص اللاين اوف سايت. عشان الاتش ديت ليها قيمه بوزيتيف وقيمه نيجاتيف. فلو البيلدنج اكبر من اللاين اوف سايت يبقى بوزيتيف، ما بهمش في الاتجاه ده. لو البيلدنج اقل من اللاين اوف سايت ما بهمش في الاتجاه ده. يعني ايه؟ يعني لو ادي ترانسميت وادي ريسيف وادي بيلدنج، اللاين اوف سايت ده ارتفاع، والاتش الفرق بين البيلدنج هايت واللاين اوف سايت، يبقى الحته دي ايه؟ الاتش دي بوست. فلاقي اللوس العالي ليها عشان اللاين اوف سايت كده كده بيحصل له بلوكينج، ودوت مشي ديستانس كده فاللوس العالي عشان اللاين اوف سايت. لما كنت باجي احسبه كنت بقول 4 باي دي على لندن سكوير، دي اللص. هل خد في اعتباره ان في حاجه حصل لها بلوكينج؟ لا لا. فعشان كده خد في اعتباري ان دلوقتي لما يكون البيلدنج اعلى من اللاين اوف سايت بلاقي اللص عاليه جدا. تمام؟ هنا المنطقه دي لما يكون ادي البيلدنج وادي اللاين اوف سايت، الاقي ان البيلدنج مش داخل معايا في الفيرست بيرسونال زون. اول ما يدخل معايا البيلدنج في عند جهاز سالب جذر 2 في الفيرست بيرسونال زون، الاقي اللص ايه؟ بدات تيجي. جت منين؟ ان دلوقتي دوت عباره عن ب جاي بلس سالب لاند على 2 ودوت جايه بزيرو، فاللاند على 2 ديت عملت فيه شيفت 180 درجه. حصل اتنيوشن. تمام كده؟ الفي دي القوم بتاعها ايه؟ اتش جاز 2 دي 1 زائد دي 2 على دي 1 دي 2. هو ده اهم قوم عندي. زائد اللي احنا قلنا اللاين اوف سايت البيلدنج ناقص اللاين اوف سايت. دول اهم قوانين عندي في الديفراكشن. فيبقى اللاين اوف سايت هاي تساوي 25 زائد 50 اللي هو كام؟ 75 ايه؟
الكاستنج ميتر ده ايه؟ عباره عن ايه؟ اللاين اوف سايت هاي. طيب انا دلوقتي عاوز احسب الاتش. الاتش احنا قلناه ايه؟ البيلدنج. البيلدنج كان 70 ناقص اللاين اوف سايت اللي هو 75 يساوي 5. معنى يساوي 5 ده ايه؟ ان اللاين اوف سايت اعلى من البيلدنج. هل بقى الديستنس ديت الاتش دي دخلت يعني الديستنس دي اللي هي 75 دخلت البيلدنج جوه الفيرست فريشمان زون ولا لا؟ الريديوس ده
هتريست فريزنسو بس احنا حطينا كيوب واحد. هيزيد ولا هيقل؟ طيب اقول لكم حاجه حلوه. انهي اتجاه؟ يمين هيقل. يمين او شمال اللي انت عاوزه، بس اليمين او شمال هيزيد ولا هيقل؟ هيزيد؟ خلاص يا جماعه، انا دلوقتي لو عندي تو ريزيستنس، ما تقولوش هو دخل في سكه وكده، لو عندي تو ريزيستنس ادي ار وادي ار، الاثنين قوتهم 10، المحصله بينهم ايه؟ 5. يبقى الار توتال هتساوي 5. هل في ار ممكن تقوى منها؟ مستحيل. احنا قلنا في البارلل ريزيستنس ان الريزيستنس اللي هتطلع بتكون اقل من او بتساوي 5، مستحيل تزيد عن 5. تمام؟ طيب نيجي هنا بقى، مش الدي 1 دي 2 على الدي 1 بلس دي 2 لكنهم بارلل، كانهم بارلل ديستنس، بارلل ريزيستنس نفس القانون اللي هو مش انا دلوقتي لو عندي هنا يبقى معناها ار ار على ار زي ار، مش ده هو هو ده؟ يبقى ماكسيموم فاليو للقانون ده ايه؟ فالماكسيموم بينهم ايه؟ 5. يبقى هنا الماكسيموم هيطلع امتى للطول المحصلة للطول الزمني؟ ان دي 1 تساوي دي 2، ده الماكسيموم. لو واحد قلع إيه ما سواش الثاني هيقلع إيه الثاني. تمام؟ Thank you.